دارين نسمع برضو حاجة حلمنتيشية. حلمنتيشية آه. و... عندك لهجات كثيرة أنت نعم. تعاملت معها وبرضو طبعاً عندنا يا أستاذ إيمان أيوة. عندنا ناس يوسف فلقاني ودتي محمود بيحبوا القدو قدو. القدو قدو دي أكلة أيوة. بوصف فيها يوسف فلقاني قال لهم دخنوا مدقق رز مدقق جابوه مدردم دهر مشقق دل قدو قدو أيوة. يعني أكلة من الرز والروب. فزول ده فلقاني مشى هناك على مربيع الدلبيح يشيل له فاتحة. بعد ما شال الفاتحة طلع من بيت العزة لقى واحد شايل له جوز بتاع موية دارين يطربوا بها الطوب بتاع الغبر. فقام وقف الزول ده سأله قال له أسمع أنا عندي لك سؤال. ده شايل الموية كده ده قال له أسأل. قال له أنا ماشي الكوستي لكن ما أعرف مهل القدو قدو وين. ده شاف السؤال مهم قال له دقيقة 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 دقيقة. نزل الجوز بتاع الموية قال له انت هنا من المرابي تركب البس بتاع بره بيفدي نمره اثنين ما عندك بو اي قضيه. البس بتاع بره ينزلك في السوق الشعبي بتاع الكوستي تمسك الشارع الرئيسي نهايه الشارع تمشي هناك تلقى هاجه وريره وهاجه هديجه هاجه عبسه. تقوم تتلق 5000 تديها لهاجه هديجه تقول لها اديني قدو قدو. تقوم تجيب الكوريه بتاعت الالومنيوم تخطها يا سلام. تقوم تشيل الدردون بتاع القدو قدو تخطه في الكورية يا سلام. تقوم تكب لك فوقه الروب يا سلام. تقوم تكسره لك كويس بالكمشة يا سلام. تقوم تكب لك فوقه السكر دقيقة أنا ذاتي نمشي معاك.